اليوم نفذنا بيان عملي. هذا البيان العملي بيحاكي حدوث كارثة افتراضية ضمن مدينة المعارض. هذه الكارثة الافتراضية هي سقوط شاشة كبيرة ومن ثم نشوب حريق. طبعا عنها سوف يكون هناك إصابات متعددة وسوف يتم إخلاء هذه الإصابات إلى أقرب مشفى. هذا البيان العملي من أجل تكريس التنسيق ما بين جميع الجهات المعنية. فطبعا البداية سوف تكون من الدفاع المدني ومن أيضا سيارة الإطفاء وكذلك من الشرطة لتأمين المكان وتدخل سيارات الإسعاف وتدخل الفريق الطبي وحتى تدخل منظومة الإسعاف من الهلال الأحمر أو من الصليب الأحمر من أجل أن يكون هناك تنسيق تام لتنظيم هذه الكارثة لإحاطة بهذه الكارثة ولمعالجتها بشكل كامل. اليوم تم إجراء اختبار بيان يحاكي كارثة افتراضية لاختبار حالة الجهوزية لدى خدمات الطوارئ المختلفة وآلية التنسيق فيما بين هذه الخدمات مع بعضها عند حدوث أي حالة طارئة. البيان هو عبارة كان حادثة لكارثة افتراضية خلال فعاليات بمدينة المعارض. حدثت حادثة ما وكيفية التدخل فيها. نحن دائما بشكل مستمر ضمن أي فعالية للمعرض لدينا نقطة طبية يوجد فيها كادر طبي مع سيارة إسعاف وأيضا من الخدمات الأخرى هناك سيارة أطفاء، سيارة للدفاع المدني، سيارة للشرطة، هناك عناصر شرطة تقوم بحفظ الأمن وتنظيم حركة الزوار. عند الإعلان عن حالة الكارثة كل جهة من هالجهات هي باشرت مباشرة القيام بعملها. عندنا القائد الميداني الطبي انتقل مباشرة لموقع الحادث بعد أن تم تأمينه من قبل الإطفاء والدفاع المدني وبدأ بإخلاء الإصابات. هناك قسم من الإصابات من نفسه هو أنقذ نفسه، في إصابات كانت عالقة بالتعاون مع رجال الدفاع المدني تم إجراء تخليصها بشكل آمن ونقلها إلى نقطة الإخلاء. مباشرة تم تفعيل خطة الطوارئ في المشفى وهناك نقطة تواصل وتنسيق معهم لوضعهم بصورة الوضع عن تطور كل مرحلة من مراحل البيان.